اخرهم 9500. 9500 والحج الرسمي لو افترضنا انتم سجلتوا رسميا 8100. بين اسعار مرتفعه وتاشيرات مجانيه بيعت لهم وانتهازيه البعثه اليمنيه، يروي الحجاج اليمنيون فصلا من العبث الذي طال كل مؤسسات الدوله بما فيها المعنيه بالحج، عن حجاج دفعوا مبالغ باهظه ودخلوا بصفتهم مشرفين واداريين وبوعود استضافتهم على الدرجة السياحية ليجدوا أنفسهم في مرمى الإهمال من السلطات اليمنية والسعودية على حد سواء. السلطات السعودية اعتقلت الصحفي اليمني صلاح الدين الأسدي على خلفية نشره جانبا من الفساد والاختلالات التي مارستها البعثة اليمنية، من بينها المتاجرة بتأشيرات الحج المجانية وبيعها بطريقة غير رسمية. مشرف إداري، أنت يا حاج أشرفت ولا درت شيء؟ ولا شيء، ولا در ولا شرف حاجة. الاتهامات طالت قيادات وزارة الأوقاف بأن الاعتقال جاء بطلب منها كون التصريحات كانت تخص الجانب اليمني وليس السعودي، غير أن وزارة الأوقاف نفت أي علاقة لها باعتقال الصحفي صلاح. سؤال يا حجاج، يا حجاج سؤال، سؤال، هل أشرفت على شيء؟ لا. هل أدرت شيء؟ لا. تقول المصادر إن 600 تأشيرة حج مجانية كانت منحتها الحكومة السعودية لوزارة الأوقاف اليمنية تم بيعها على حجاج يمنيين تحت بند مشرفين وإداريين بمبالغ وصلت لأكثر من 10,000 ريال سعودي للتأشيرة الواحدة. نحن الآن في فندق ثامر، هذا فندق ثامر. لقاءات الصحفي صلاح الدين الأسدي كشفت جانبا من الفساد وعن بيع تأشيرات المجاملة، فساد ورسوم أعلى من السعر المحدد للحج تم أخذها من الحجاج اليمنيين من وكالات تسجيل وتفويج الحجاج. ادعاءة الحجاج، وشفنا فعلا أن الحجاج دافعين مبالغ زيادة. أولا الأستاذ عدنان، هؤلاء دخلوا الأستاذ نايف، هؤلاء الحجاج دخلوا بأي صفة؟ دخلوا بصفة مشرفين وإداريين. مشرفين وإداريين، مين سلمهم لك؟ سلموني هم البعثة اليمنية. نعم. يعني ليسوا مجاملة ولا شيء. مشرفين البعثة اليمنية باعتبارهم مشرفين وإداريين من الحصة الرسمية. من الحصة الرسمية. الاتهامات طالت وكالة دار التوحيد التي باتت حديث المحتجين كونها استلمت من الحجاج رسوما مرتفعة أكثر من الرسوم التي أقرتها الوزارة، وصلت إلى 14,000 ريال سعودي. ونحن هنا نعاني معاناة شديدة، لا يوجد أدنى خدمات، لا طبيب، لا شيء من ذلك. ويعني سجلنا على أنه حج رسمي وطلعت في الأخير أن التأشيرة كلها مجاملة. موجة سخط طالت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تفرج السلطات السعودية عن الصحفي الأسدي، ومطالبات بالتحقيق في شكاوى الحجاج.